مرحبا بكم في قناة معاني الأسماء. اليوم سوف نتعرف معا على أحد الأسماء العربية الفريدة التي يرغب الكثير من الأهالي التسمية بها، وخصوصا في الخليج العربي، وذلك بسبب معانيها وسهولة لفظها. ابقوا معنا لتتعرفوا على معنى وصفات هذا الاسم. معنى اسم عنود. عنود اسم علم مؤنث من أصل عربي، وهو صفات مشبهة تدل على الثبوت من الفعل عند وعند عن يعنود ويعند عنودا وعندا، فهو عاند وهي عاندة وعاند وعنود. يقال عند الشخص أي خالف الحق وهو عارف به، ويقال عند عن الطريق أي مال عنه وعدل. والعنود من النساء هي المرأة الصعبة المراس، المخالفة للأمر والشديدة العناد، المائلة عن القصد والهدف. والعنود أيضا السحابة الكثيرة المطر والتي لا تنقشع بسهولة، يقال سحابة عنود أي لا تنكشف بسهولة. وعقبة عنود أي صعبة المرتقى. صفات حاملة هذا الاسم: إنسانة مستقلة عمن حولها فكرا وأسلوبا، صاحبة شخصية جريئة ولا تخجل من طرح آرائها، لها آراؤها الخاصة التي تميزها عن الآخرين، لا تثق سريعا بالآخرين ولا ترى نفسها مخطئة أبدا، لا تحب بسهولة لكنها تبتعد وتبغض بسهولة، تتمسك بمواقفها بعناد واضح ما تستدعي الأمن ذلك. وهذه بعض الأبيات الشعرية: يا عنود الروح، يا بحر الحنين، يا زهرة القلب، يا نور الياسمين، يا حبا تسلل إلى قلب الشعر، يا نجمة تضيء طول الدهر، عنود يا لغة بالحب تنطق، وفي دروب العشق تمضي وتسبق، يا من أسرتني بنظرة الحنان وسطرت في القلب حكاية الزمان، عنود يا من جعلت الحياة أنشودة بك أنا وفيك تكتب أجمل قصيدة. هل تجد أن هذه الصفات تتوافق مع من يحمل اسم عنود؟ ما هو الاسم الذي ترغب أن نكتب عنه في المرة القادمة؟ شاركنا بتعليقك ولا تنسى الاشتراك معنا في القناة ليصلك كل جديد، وشكرا على المتابعة.